هذه خيمة القدع في الشهيرة، والتي كانت تضرب بأطنابها في عمق الصحراء ليستقبل فيها معمر الوفود الرسمية وكبار الزوار. لم تكن هذه الخيمة تفارق معمر حتى في سفره إلى الخارج في زيارات رسمية، فقد نصبها وقام بداخلها في إيطاليا وفرنسا وكذلك روسيا، حتى أنه في زياراته الشهيرة لنيويورك عام 2009 حين قام بالإدلاء بخطابه المطول في الأمم المتحدة، طالب السلطات الأمريكية بمكان في حديقة سنترال بارك الشهيرة كي يقيم عليها خيمته، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض. ارتحال الخيمة مع القذافي لم يكن هو أشهر أمر حولها، فهناك في داخلها تدار الاجتماعات التي كان يسجلها القذافي، بعضها ما هو رسمي والآخر منها يدور في فلك المؤامرة والتخطيط. وبعد الثورة الليبية ضجت وسائل الإعلام بتسريبات عديدة من هذه اللقاءات. الخيمة شاهدنا تسجيلات انتشرت بعد ذلك بعد الثورة الليبية. أو شيء تسجيلات كانت عند مين؟ في القيادة في ليبيا. شلون طلعت؟ تسجيلات هذه هي أرسلها حياة معمر القذافي الله يرحمه للسعودية. القذافي هو اللي مرسلها للسعودية؟ إنه هو مسح كلامه هو، ها، وترك كلام الأطراف الأخرى، فكان ممسوح كلامه هو، فهو أرسلها بعد الثورة، يعني قبل أن يموت القذافي. بعتها، نعم بعتها مباشرة. وبعد ذلك بقية التسجيلات، مش فقط على القضية هذه، ربما وجدوها الثوار اللي دخلوا للمقر القذافي وخدوا أشياء من القيادة كلها، وجدوها أخدوها.